بلا شك أن موضوع الغزو البري هو ما يبحث عنه الإسرائيليون، وذلك لإعلان الانتصار على حركة حماس. لن يكون هنالك انتصار على حركة حماس دون أن تصل الدبابات إلى داخل عمق قطاع غزة. هل سوف يريدون الوصول إلى ميدان الجندي المجهول، أي وسط مدينة غزة، وتقف الدبابات كما حدث في العراق عندما وصلوا إلى داخل بغداد، أم أنهم سوف يعتمدون على أسلوب الأماكن المفتوحة، بمعنى إقحام الدبابات في بعض المناطق في بعض المسارات، وذلك لعدم الخوض في معارك الشوارع التي سوف تكون مؤلمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟ هذا لربما هو الشغل الشاغل عند الإسرائيليين، لا يوجد هنالك إجابات واضحة. المجلس الأمني المصغر الكابينت مستمر بالإنعقاد، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يقع بين فكي كماشة حماس وحزب الله بوقت متزامن. ينتظر البارجة الأمريكية، وذلك في إطار أن يكون هنالك استخدام للطائرات الحربية الأمريكية في توجيه ضربات إما في لبنان وإما في قطاع غزة، رغم أن طيران الحرب الإسرائيلي يمتلك من القوة النارية ويمتلك من المضادات ويمتلك من الصواريخ ويمتلك المدفعية الإسرائيلية والدبابات، وكل ذلك هو موجود بالنسبة للإسرائيليين. ولكن الجانب الإسرائيلي لا يريد أيضا أن يحارب هذه الحرب بمعزل عن الجانب الأمريكي الذي وقع معه، وهذه قضية جد مهمة، الجانب الإسرائيلي وقع مع الجانب الأمريكي على اتفاقية أورشليم الذي تلزم واشنطن بكي تقف جنبا إلى جنب عسكريا مع إسرائيل في أي معركة قادمة. هذا جزء من توقيع اتفاقية إسرائيلية أمريكية قبل عامين. موضوع الغزو البري بالنسبة للإسرائيليين هو ليس موضوع احتمالي، هو موضوع تكتيكي، أين، كيف، ما هي المسارات وما إلى ذلك. في صعيد ثاني وهو قضية مهمة، ماذا بخصوص الغزو البري للبنان؟ يعني هذا لربما هو أيضا قضية، بأنه إذا دخل حزب الله في عملية ضرب وأصبحت الحرب مفتوحة وأطلق حزب الله الصواريخ باتجاه حيفا وتل أبيب وأكثر من ذلك، عموما القوة النارية التي يمتلكها حزب الله هي أقوى وأبعد أكثر كثافة، يمتلك المضادات التي قام بتهريبها من إيران لسنوات طويلة، وهو يستعد قوات الرضوان التي يمتلكها، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يعلم تماما بأن الدبابات التي سوف يحتاجها في لبنان هي أكثر من الدبابات التي سوف يحتاجها في قطاع غزة للأسباب التكتيكية التي تفرض عليه المعركة في لبنان. طبعا سوف يستخدم الطيران الحربي، طبعا سوف يستخدم المدفعية والضرب عن بعد، ولكن في نهاية المطاف ما يبحث عنه الجانب الإسرائيلي الآن هو ما هي الدبابات التي سوف ننقلها إلى المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية. هو لا يعاني من نقص من الدبابات، يعني أحد يعرف بإسرائيل بأن كمية الدبابات الموجودة الغير معلن عن عددها بطبيعة الحال هي لأسباب عسكرية، هي موجودة، هي كافية، لا يوجد هنالك نقص في المعدات في موضوع المدفعية. طبعا إذا استمرت الحرب لشهر على سبيل المثال، 33 يوما كما حدث في إحدى المواجهات هذا، و 28 يوما مع لبنان، معنا أحمد يعني أنوه فقط إلى هذا العاجل بوجود إصابتين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على عسقلان، طبقا للمصادر ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تؤكد وجود إصابتين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على عسقلان. وهذه صور مباشرة بالطبع من عسقلان لسقوط الصواريخ التي أطلقت من غزة ونتج عنها إصابتين. تفضل أحمد أكمل ما تشير إليه. يعني في عجالة لننتقل إلى نقطة أخرى وهي عسقلان بطبيعة الحال، هي قضية بأن الذخيرة الإسرائيلية الموجودة لغاية الآن قادرة على الاستمرار في هذه المعركة، ولكن إن طال أمد الحرب فسوف تصل إسرائيل تماما كما حدث في عام 2006 كونداليزا رايس وما إلى ذلك، وحينها طالبوا بكل وضوح من الجانب أهود أولمرت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هنالك نقص حاد في الذخيرة، نحن بحاجة إلى الذخيرة، ولذلك الإسرائيليون بدأوا الآن، وطبعا هذا منذ ليلة أمس، وصول الذخيرة الأمريكية إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية، وهذا الجسر الجوي لن ينتظر البارجة، البارجة بطيئة، يعني لا يظن البعض بأن هذه البارجة سوف تأتي هكذا إلى منطقة الشرق الأوسط، هي بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى استعداد، بحاجة إلى تدريبات، بحاجة إلى استعراض قوة، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك رفاهية الوقت، لأنه يعلم بأن انضمام حزب الله إلى هذه المعركة، الحرس الثوري الإيراني المتموضع في سوريا منذ عدة سنوات، يمتلكون قوة نارية قوية. إسرائيل أعلنت بصراحة بأنها سوف ترجع لبنان إلى العصر الحجري، هذا يعني كمية مهولة من المتفجرات. إذا كانت إسرائيل الآن تقصف الجامعات